جريمة إرهابية تفتك بكوكبة من أفراد القوات العسكرية، نقص في المعلومات الاستخبارية تهز قواعد العمل الأمنية. قيادات داعش الإرهابية تفر من السجون السورية مستهدفة الأراضي العراقية لإعادة نشاطاتهم الإجرامية. الصمت يخيم على الزعامات والعملية السياسية تدخل المتاهات، الصدر ملتزم بالاشتراطات في حيرة من أمرهم إطارية القيادات. هذا يضر بالمستهلك العراقي أولاً وبالمنتج العراقي. الإجراءات الحكومية تضر كثيراً بالصناعة المحلية، قرارات تدمر المنتجات الوطنية إكراماً لمافيات العملية الاستيرادية. 7000 حصيلة الإصابات، أوميكرون يوغل في عراقية العائلات، انتشار مخيف لجديد الفيروسات، معدومة هي وقائية الإجراءات. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. البداية من آخر التطورات الأمنية، حيث عقد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة عقد اجتماعا داخل مقر قيادة العمليات المشتركة. وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعا للقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة. وأكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ضرورة عدم تكرار خروقات الأمنية، فيما وتوعد مرتكبي هجوم العظيم برد حاسم، وقال إن الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق أبنائنا من الجيش في محافظة ديالى لن تمر من دون عقاب حاسم، سوف يكون لقواتنا رد مدون بحق الإرهابيين القتلة.